السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جبنا لكم فيديو جديد ونخليكم يلا بينا نلف الدنيا. هنلف فين النهارده؟ بإذن الله هنلف في شارع من أهم شوارع محطة مصر وأقدمها، وهو شارع النبي دانيال. بإذن الله هنعرف تاريخه وأهم معالمه وكمان التجديدات اللي حصلت فيه. زي ما احنا شايفين كده، ده طبعا بعد التجديد والتطوير ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بقى حاجة تانية خالص. وعشان نعرف الفرق كان لازم نجيب الصور قبل التطوير توضح لنا ايه اللي حصل بالظبط في الشارع. زي ما احنا شايفين كده على شمالنا، سور الأزبكية بقى شكله مختلف تماما وبقى يعني حاجة قمة في الشياكة ولا أوروبا. وزي ما شايفين كده الأرض برضو بقت متبلطة، وأعمدة الإنارة وكل حاجة بقت يعني ما شاء الله، غير بقى طبعا المباني اللي اتدهنت وبقت الواجهة بتاعتها حلوة جدا. وأشهر حاجة معروف بيها الشارع ده طبعا الكتب بقى، وجميع أنواع الكتب، سواء روايات سواء كتب دينية، مجلدات، كتب مدرسية اللي هي كتب خارجية، الحاجات دي كلها ما شاء الله كلها متوفرة. كمان في محلات تانية، في محلات ملابس، عطور، محلات أجهزة كهربائية وتصليحها. والشارع ده تاريخه من حوالي 331 سنة قبل الميلاد، لما أمر الإسكندر الأكبر المهندس الإغريقي دينوكراتس بناء مدينة الإسكندرية علشان تكون عاصمة جديدة للإمبراطورية بتاعته. واللي بيميز الشارع ده برضو إن فيه مباني تراثية من القرن التسعتاشر. مش بس كده، لأ كمان فيه منشآت تاريخية مميزة زي مثلا جريدة الأهرام التاريخي، مبنى المركز الثقافي الفرنسي، غير بقى أكشاك الكتب اللي اتغير شكلها دلوقتي كده زي ما شفنا. وزي ما احنا ماشيين في الاتجاه ده كده نلاقي نفسنا بقينا في محطة مصر، لو رجعنا عكس هنلاقي نفسنا في محطة الرمل. فهو يعتبر حلقة الوصل بين المكانين دول. يعني عمل التطوير ما كانتش في الشارع وبس، ولكن برضو في كل المنشآت اللي في الشارع، زي مسجد سيدي عبد الرازق او مسجد نبي دانيال اللي حصل لهم طبعا دهان وإعادة تأهيل، مع الاضاءات بقى والرصيف والتشطيبات اللي في الارض وكل ده، اتحول الشارع لممشى تراثي. طبعا كل ده بسبب ان الشارع ده من اهم الشوارع التراثية والتاريخية، وعشان يتم وضعه على خريطة السياحة العالمية. وده طبعا جزء من التطورات الكتير اللي بتحصل في اسكندرية طبعا. ومحطة مصر دلوقتي بقت يعني ما شاء الله دلوقتي حاجة تانية خالص مختلفة تماما. كنا قبل كده عملنا فيديو عن محطة مصر، حاول اسيب لكم الفيديو في الوصف او الديسكريبشن بوكس. حاليا واحنا ماشيين بقى هلاقي برضو سنتر الصياد، واللي الانسان كان بيشوفه بيعدي عليه بس يعني ما بيتطرقش او يدخل، او انا عن نفسي يعني. ولكن لما دخلته بقى اكتشفت ما شاء الله ان هو فيه كافة شيء من الكتب، وخاصة الكتب الدراسية، الكتب الخارجية للمواد الدراسية كلها جميع المراحل. يعني احنا دلوقتي في رمضان، وزي ما احنا عارفين الكتب كلها تقريبا مش موجودة في المكاتب، كلها طبعا بيحصل لها مرتجع لان الترم التاني قصير، وهو يعني شهر بالكتير وخلاص انتهينا الكتب بترجع. هنا بقى الحمد لله يعني ما شاء الله بتبقى متوفرة الكتب، ودي حاجة حلوة جدا عشان اللي بيحصل له أزمة او كان في اي مكان ما اشتراش الكتب بيبقى دايما محتاس على الكتاب، ومتوفرين هنا. وكمان بقى كل جميع الكراسات بقى والحاجات الخاصة بالمكتبة او الادوات المدرسية بشكل عام كلها ما شاء الله هنا طبعا متوفرة، وبأسعار حلوة جدا كمان. وزي ما تعودنا في فيديوهات رمضان كل مرة بيكون في سؤال، وسؤال الفيديو اللي فات عشان اللي ما شافهوش، من هو الصحابي الذي لقب بذي النورين؟ والإجابة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وطبعا كلنا عارفين عثمان بن عفان وإن هو أحد العشر المبشرين بالجنة، كمان إن هو لقب بذي النورين بسبب إن هو تزوج اتنين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي هي ستنا رقية، وبعدها بعد وفاتها يعني تزوج من ستنا أم كلثوم أو أم كلثوم. وطبعا سيدنا عثمان بن عفان كان ثالث الخلفاء الراشدين بعد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب، وكان من السابقين للإسلام، وكان أول مهاجر لأرض الحبشة عشان يحفظ الإسلام. وبعد كده بقى جي وراء المهاجرين الباقيين لأرض الحبشة، وبعد كده هاجر تاني مرة للمدينة المنورة. الرسول كان بيثق فيه وبيحبه وبيكرمه علشان أخلاقه وحياءه وحسن عشرته. النبي عليه الصلاة والسلام بشره ان هو هيكون شهيد، واستمرت خلافته 12 سنة. ومن اهم صفات الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه ان هو كان رجل شديد الحياء. واشهر قصة موجودة في صحيح مسلم على الموضوع ده قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم او مضطجع كده على فراشه، وكانت ساقه مكشوفة، فدخل عليه ابو بكر عشان يسأله على حاجة، وبعد كده مشي. وبعد كده استأذن عمر رضي الله عنه برضو، ورسول عليه الصلاة والسلام اذن له برضو بالدخول، وسأله عن
موضوع معين وبعد كده خرج. ولما جه عثمان واستأذن بقى عشان يدخل، راح الرسول مغطي رجله. فلما مشي بقى عثمان، سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت للرسول، يعني وهي متعجبة جدا، يعني يا رسول الله، عندما دخل أبو بكر وعمر لم تغطي رجلك، فلماذا قمت بفعل ذلك عندما جاء عثمان؟ فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لها ان هو رجل شديد الحياء جدا عثمان، وانه خايف انه ما يقدرش يسأل عن الحاجة اللي هو جاي عشانها، وقال لها ان عثمان رجل تستحي منه الملائكة لشدة حيائه كده وبس. ده كان شديد التعلق بكتاب الله وحافظ ليه ومكثر من التلاوة، كمان ضرب اروع الامثلة في الانفاق في سبيل الله، فحفر بئر روما وجهز جيش العسرة، كمان هو رابع واحد دخل الاسلام وتحمل وصبر على الايمان. وطبعا كان ليه منزلة كبيرة بين الصحابة، فكان بعد ابي بكر وعمر بن الخطاب. مش بس كده، ده كان ابن عمه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان قريبه. وسؤال الفيديو الجاي، من هو اسد الله؟ اللي هيجاوب معانا هنقول الاسم الفيديو الجاي باذن الله. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على القناه عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لا، وايه اكتر فيديوهات بتحبوها، حابين فيديوهات عن ايه تاني. ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يا رب رب. اصلا انا بنزل الفيديو دلوقتي، لقيت قناه بنات ماما امل وعلقت لنا باجابه السؤال اللي كان في فيديو ابو قير اللي من كام، من حوالي 9 ايام، والسؤال كان من هو امين الامه، والاجابه ابو عبيده بن الجراح، زي ما جاوبت قناه بنات ماما امل. بحب اشكرها جدا على المشاركه معانا، وهي من القنوات الجميله جدا في تعليم الكروشيه والتريكو للمبتدئين، يعني اي حد بيحب الكروشيه ومش عارف الغرز وحابب يتعلمها باذن الله تفيده. بس كده، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.